سناو لي بارتيسيبون باش نبداو اللايف. دونك كاين بارتيسيبون، السلام عليكم. نبداو اللايف، قبل ما نبداو يفو بارطاجي، يفو لايكي باش ما يروحش السينيال ونقدروا نديروا لايف ونتحاوروا، لان دائما نقول باللي نديروا ندير لايف باش نتحاوروا بور تروفي دي سوليسيون للبلاد، باسكو كيما دائما نقول ما عندناش بلاد بديل وين نروحوا. لالجيري سي بور تو لي الجيريان، دونك يفو لوتي، يفو كومباتر، يفو كونتينيي ا لوتي. دونك il faut des partages باش يوصل الكلامنا للناس اللي قانعين بالنضال، قانعين بالتغيير. اليوم on parle de la structuration et de la représentation politique pour la révolution. انا ما رناش يعني انا ما سميهاش حراك، باسكو حراك سي دي ريفونديكاسيون سوسيال ولا حاجه، مي سي اون ريفولوسيون. Parce qu'on demande un changement radical de ce pouvoir en place. Rana Talbo, Bitrir, Djidri, l'Emnidam, les Rayakim Fulbled, Messenin Steel. Donc c'est une révolution. Ça sera une révolution. Fissakafa, Fittalim, Fissaha, Fifleha, dans tous les domaines. Il faut revoir ces secteurs qui m'engoulent. ولا هذه القطاعات لازم تتعاود من جديد، لان المافيا او العصابه دارتها على المقياس نتاعها باش ينهبوا، باش يسرقوا، باش يحافظوا على المصالح نتاع البلدان اللي دارتهم، نتاع البلدان اللي نهبت لنا ثروات نتاعنا، نتاع البلدان اللي سهلت لهم تهريب الاموال تاعنا للبلدان تاعهم. وشفنا باللي أغلبية اللصوص أو المسؤولين اللي سرقوا لنا صواردنا استثمروهم في البلدان اللي عاونوهم باش سهلوا لهم تبييض الأموال، منها فرنسا ومن الإمارات ودبي وبعض البلدان اللي راهي تنهب في الثروات نتاعنا. دونك بور موا سي اون ريفوليسيون، سي با دو حراك، بور موا سي اون ثورة. كاع الامور لازم تبدل. ثقافه، شفنا الماسونيه كيفاش هلكوها، تربيه كيف كيف، اقتصاد كيف كيف، تقاليد كيف كيف، الهويه تاع الجزائر وقلعوها، يعني الهويه تاعنا وقلعوها. دونك اون في اون ريفولوسيون، اون في اون ريفولوسيون، شونجمون راديكال دو سو بوفوار اون بلاص. وكنت درت في المنشور نتاعي راهي كيما يقولوا اللي كيما نقولوا يتألموا في البلاد هذه وراهم يسفريو، هما لي فامي المؤصلين، الجزائريين المؤصلين، المثقفين، المربيين، هما اللي راهم يسفريو في البلاد هذه، لأن البلاد هذه راهي كيما نقولوا محتكرة من الصعاليك، من اللصوص، من لي سابوتور، من الناس اللي تكره الجزائر، الناس اللي تخدم غير المصالح نتاعها. دونك اللي راهي يتألموا وراهم يسفريو في البلاد هذو، ناس اللي داروا جامعة وراهم شومور، ناس اللي عندهم أصالة، ناس اللي عندهم تربية، الناس اللي مأصلين جزائريين مأصلين، كيما نقولوا المثقفين، الخدامين بالحلال، هذو هما اللي راهم يسفريو في البلاد هذو، هذو هما اللي راهم يتألموا. أما الصعاليك اللي يستعملوا النهب ويستعملوا السرقة والترافيك، هذو راهم عايشين، لأن النظام سهل لهم الامور، سهل لهم الفوضى، وهذو الناس هما اللي راهم عايشين في الفوضى، هما اللي نهبوا، هما اللي شاركوا في النهب مع العصابه، هما اللي استفادوا من خيرات الجزائر عن طريق امور مشبوهه، عن طريق طرق مشبوهه، وهذو هما اللي راهم يعرقلوا للتغيير، هذو هما اللي راهم حابين الاستمراريه، لان الفئه تاع الشعب او الفئه من الشعب هذو عايشين في فوضى، عايشين بالترافيك، ما عندهمش تأهيلات،
حاكمين حتى مراكز في مؤسسات الدوله. دونك التغيير، دوله القانون، دوله الديمقراطيه، دوله الثقافه، دوله الازدهار ما تكونش عندهم مكانه، ما يقدروش يسرقوا، ما يقدروش يعيشوا بالرشاوي، ما يقدروش يعيشوا بالترافيك. دونك هذا هو المنشور اللي درته، وهذا هو التفسير تاع اللي درته. ناس جزائريين اصليين، جزائريين يحبوا البلاد، جزائريين ثقفين، جزائريين مربيين، جزائريين عندهم الحشمه، جزائريين هذو هما الفئه اللي راهم يسفريو، الفئه اللي راهم يتالموا في الجزائر نتاعنا. دونك الا كاين دي كيسيون جو ريبون قبل ما نروح لسؤال واحد اخر. بارطاجيو لو ماكسيموم باسكو دائما نقول باش لان السينيال وباش يوصل كلامنا للناس اللي راهي تشاطر فينا، والناس اللي راهم عندهم غيره للجزائر وباغيين التغيير الايجابي، باغيين الجزائر تستقر، باغيين الجزائر تظهر، باغيين الجزائر تاع الحقوق، باغيين الجزائريين يعيشوا في امان، في حريه، في دوله القانون. هذو يعني باش يوصلهم كلامنا لازم تبارطاجيو لا فيديو هذه وتشاركوا باش نلقاو حلول للجزائر. بونسوار مسيو، بونسوار. ان شاء الله ان شاء الله تفكر خونا محمد جادي جاد. نعم يعني هذا الشاب هذا يعني مناضل، يعني شاعر نتاع ثوره اغتيلا وراه في جو بونس راه في الحبس. دونك دائما احنا نتكلموا على المعتقلين، وكنا يعني نستناو لان يعني ثوره ما تجيش هكذاك، يعني ثوره ما باش نغيروا نظام بوليسي، نظام استبدادي، نظام نهب وراه كما قلت راه يلقى الطرق باش يبقاو في الحكم، باش يحافظوا على المصالح نتاعهم والمصالح البلدان اللي راهي تساند فيهم. ماشي سهله، فيها تضحيات، فيها حبس، فيها ضرب، فيها شتم. حتى راك تشوفوا يعني في التواصل الاجتماعي كيفاش يشتموا فينا وكيفاش يسبوا فينا وكيفاش يخونونا. هذا هو يا سي شريف، هذه هي الطريقه. لكن احنا نتمناو ونضغطوا ونبقاو ننظروا، وخوتنا يعني في الخارج جزائريين مقيمين في الخارج راهم دايرين الواجب، راهم يتظاهروا على اطلاق المعتقلين بدون سبب، بدون سند قانوني. ما كاينش في القانون الجزائري، ما كاينش في الدستور الجزائري، ماشي كلامينا، كلام القضاة الاحرار اللي يعني واحد يتكلم او يمد رايو يدخل للحبس. ما كاينش، ما كاينش. يعني كما قلت تهم باطله بالمشاركه بالتواطؤ نتاع العداله، نقولها يعني بكل حريه وبكل كما نقولوا شجاعه. دونك يعني باغيين يكسروا الحراك، يلفدوا الناس على منشور في الفيسبوك وعلى كلام. وشوفوا يعني في الدول المتقدمه في وين كاين الديمقراطيه، كما في فرنسا كاين حصه دوكيومونتير او حصه نتاع فرنس تي اف ان يسموها لي غينيول، يعني ماشي غير يشتموا في طرام في ماكرون، يعني يشتموا هو ومرته يظلوا يبهدلوا فيه. لكن هذه هي الحريه. في امريكا كيف كيف، بقات غير في مصر والجزائر، لان حكم ديكتاتوري، حكم استبدادي، حكم بوليسي، ما يعني دير المستحيل باش يكسر المعارضه بكل طرق، حتى ولو يتعدى على الدستور، حتى ولو يتعدى على القانون. ورانا نشوفوا قلنا دستوريا وقانونيا، وصحاب القانون والقضاة الاحرار يقول لك باللي ما كانش سند حتى يعني اخلاقي في المهنه نتاع العداله اخلاقيا. ما نقدروش ندو واحد ينتقد او ينتقد مسؤول يدوه للحبس بعام او عامين، يعني حتى ولو كاين قذف، كاين قذف ماشي الوكيل الجمهورية هو اللي يتحرك، يتحرك المقذوف، يعني الخصم يرفع قضية على اللي قذفوا وما يكونش فيها حبس، يكون فيها يعني يرضيه، يخلصه، يخلص بروسي ويخلص الضحية اللي قذفوا. إذا يعني واحد أنا شتمني وباغي نعقبه للعدالة، السيد ما يروحش الحبس، يخلص يوناموند ويخلص الأضرار تاعي. الحبس مخدوم للسراق، للمغتصبين، ناس اللي تضرب،
لي فويو للصعاليك، لكن رانا نشوفو الصعاليك يدورو يتعدوا حتى على الشرطة، يتعدوا حتى على الشرطة، لأن النظام هذا هو اللي دارهم باش يعيش الشعب في الفوضى، يعيش الشعب في الخوف، يعيش الشعب في البرسيون. دار هذو الصعاليك اللي راهم منتشرين في الشوارع، لا دروك، ضرب، السب، كنا بالفاحش، فوضى كبيرة، هذو اللي لازم يروحوا للحبس، ماشي الناس اللي راه تنظم على التغيير الإيجابي. احنا رانا ننظروا ماشي باش نقسموا البلاد أو باش ندخلوا إسرائيل أو باش ندخلوا عدو، رانا ننظروا على حقوقنا، على الديمقراطية، على قانون دولة القانون، على دولة العدالة، وعندنا الحق، لأن شفنا كانت فوضى كبيرة، ما كانتش عدالة، عدالة تاع تليفونات تاع معرفة، كيفاش نهبوا أموال الجزائر، ماشي غير نهبوها، لو كان داو برك معلش اغتصبوها في كل المجالات. رانا نشوفوا الثقافة ماكش، التربية ماكش، التعليم ماكش، الصناعة ماكش، الخدمات ماكش، المستشفيات ماكش، خربوا لها بابها. لالجيري ايتي فيولي بار سيت مافيا بوليتيكو فينونسيير، يعني يعجب تشوفوا الدراهم اللي داوهم، تشوفوا كيف سيروا الجزائر، سي دي سابوتور، ماشي يستهلوا غير 10 سنين ولا 8، لو كان جات نظام تاع الصح، عدالة تاع الصح، يروحوا للفينكا. لأن قلنا ماشي غير اختلصوا أموال، سابوطاو الجزائر، قلب الدولة الحرب الأهلية، سابوطاو، فقروا ناس، قتلوا ناس، مرضوا ناس، هجروا ناس، كما نقولوا، يعني كارثة. دونك من حقنا، سي نوتر دروا أو شونجمون، سي نوتر دروا أو شونجمون، إي بيرسون نو بو نوز أغيتي، كاينش واحد يحبسنا، لا الضغط، لا الحباس، لا الضرب، لا القتل، أون كونتيني نوتر لوت، أون كونتيني، سي نوتر دروا دو ريكيبيري لالجيري، دي مام مافيو، باش نتفهموا مليح، الجزائر بكل أدلة، حكومات، رؤساء أحزاب، شخصيات، راهم في السجون. عسكر راهم في السجون، الشرطه راهم في السجون. دونك سي نوتر دروا دو لوتي، سي نوتر دروا دو دوموندي للسلطه اللي مازالوا في السلطه. ودائما نقول كاينين ناس احرار، كاينين دي ناسيوناليست وطنيين في السلطه، باش يفهموا بلي سي با اون كيسيون دو بدل فلان ولا بدل فلان ولا دير فلان، سي اون كيسيون دو سيستيم بوليتيك كي ا دوني لوكازيون à cette mafia qui m'a goulou bêche d'un massacre fait des aires. Donc c'est notre droit au changement radical de ce pouvoir politique en place. Je dis bien pouvoir politique géré par le FNM, le RENDO et les partis, les lièvres. Donc c'est notre droit. Ou un de l'adilla. Mais si on a dit que c'est l'adilla l'askaria, rahm d'où ajoub l'askar. قالت العدالة المدنية راهم دي مينيستر، دي شيف دو بارتي، دي بيرسوناليتي هربانين. لو بروبليم سي كو هربانين، سي دي لاش، باسكو ان جينيرال اللي مطلوب من العدالة تاع بلادو يا يقتل روحو يا يسلم للعدالة، سي اون لاشتي بور ان جينيرال اللي يهرب لفرنسا ويولي او سيرفيس، ولا على بورتي des services de sécurité des pays étrangers. هاو البروبليم وراه هربوا خيانة كبيرة. دونك سي نوتر دووا، نوتر دووا ابسولو دو دوموندي ان شانجمون راديكال دو سو بوفوار اون بلاس، سي نوتر دووا اي اون كونتيني ا لوتي، ونكملوا نكملوا في النضال حتى تتحقق المطالب نتاعنا الشرعية، ان ايتا دو دووا، ان ايتا ديموكراتيك، ان ايتا دو جوستيس، ان ايتا دو ليغاليتي، سي سا les revendications légitimes du peuple algérien. Et on continue à lutter. On continue à lutter. On continue à lutter. Bessah, blignon. Pour cela, je demande dans les médias de structurer la révolution, d'organiser la révolution, d'élire une représentation politique. Khalia, une idéologie. Parce qu'on a un chauffeur.
رانا نشوفوا بعض المعارضين باغيين ينفردوا بالثوره باش يحققوا المطالب الايديولوجيه نتاعها. نو مسيو، نو مسيو، لا فور لا ريفولوسيون والحراك ابارتيان ا تو لي زاجاريان، سي ان باتريمون بور تو لي زاجاريان. باش نتفاهموا مليح، كاع الجزائريين بكل حساسيات، بكل ايديولوجيات، بكل كما نقولوا تقاليد نتاعهم، باللغات نتاعهم، الثوره نتاعهم، هما اللي ناضوا، الشعب اللي ناض. دونك يفو تروفي ان مويان بور ايليم اون ريبريزونطاسيون بوليتيك دو لا ريفوليسيون كي فا ريغروبي توت لي سونسيبيليزاسيون، توت كما نقولوا لي توندونس، باش تكون اون ريبريزونطاسيون عندها المصداقيه، عندها لا ليجيتيميتي. اي جي بارلي كوم سا، ماشي دوك كاين ناس باغيين ينفردوا بالثوره ويبينوا في روحهم وما نعرفوهاش ونعرفوهاش وفيد فلان ويرفدوا فلان ويقولوا هذا هو الرئيس. نو، حنا خرجنا على هذه الممارسات، ما كانش ديروا عيسى وديروا سي موسى وديروا سي بنونه. نو، سي لي زيليكسيون. اي جي دوني دي فورمول بور كومون ايلير اون ريبريزونطاسيون بوليتيك بار ان كونغري ناسيونال، بار ان كونغري ناسيونال كي فا ريغروبي كاع النشطاء مشك كومين، نديرو نشط. اون اورا 1541 كونغريسيست كي فون ايلير اون ريبريزونطاسيون كي اورا لا ليجيتيميتي دو بيبل الجزائريان. هذه هي لا ميثود، ماشي دوك يتقال بالخير راه مشهور في الفيسبوك نديروه هو الممثل ولا فلان ولا فلان. نو، نو مسيو، نو مسيو. دي زيليكسيون اون فا ايلير اون ريبريزونطاسيون، اي سو لو تون ديلير اون ريبريزونطاسيون. الناس اللي مازالهم يقولوا بلي الثوره ما لازم لهاش، ما لازم لهاش الممثلين، حابين الفوضى، لان استمراريه بالطريقه هذه نتاع التظاهرات بدون قياده رايحين للفوضى، رايحين للمواجهات مع الامن. وكما قلت المواجهات خط احمر، المواجهات خط احمر. حنا اون فا كونتيني ا لوتي بوليتيكمون، سي لا سول سوليسيون بور بريزيرفي لالجيري. حنا اللي يهمنا امن الجزائر، دونك نبقاو نضلوا سياسيا، نبقاو نضلوا بالتنظيم، نبقاو نضلوا بممثلين سياسيين، ببرنامج سياسي اللي يجمع كاع الجزائريين، مقبول كاع الجزائريين. وكي تتحقق الاهداف نتاعنا كل واحد هو حر باش يدير حزب، باش يدافع عن الايديولوجيه نتاعو، باش يدافع عن الافكار نتاعو. اما دوك لا ريفولوسيون ا بيزوان دو لونيون، الشعب الجزائري لازم يتوحد، لازم ينسى الخلافات السياسية، لازم ينسى الخلافات اللي دارها النظام، كسر أو قسم الشعب الجزائري باه يبقى الحب. الحب لازم نبقاو هذا قبيلي، هذا عربي، هذا مسلم، هذا ما نعرف. نو، بور كيما نقولوا ننجحوا للثورة لازم ننساو الخلافات، لازم ننساو الإيديولوجيات نتاعنا. اون ترافاي بور لالجيري، اي بور سولا il faut l'union، l'union fait la force. Il faut l'union pour obliger ce pouvoir à s'établir et négocier les revendications du peuple algérien. Et là, c'est là, job. Partagez le Jama'a parce que il y a la portée intérieure est limitée à 25 participants parce que j'ai 5000 amis, mais Facebook vous signale la portée intérieure c'est 25. Je vois 16 sur le tableau ou là sur l'écran. Donc il faut partager le maximum. Chacun واحد اللي راه يشوف il faut qu'il partage la vidéo تاعي باش نبقاو نضلو ونبقاو في الاستمراريه. دونك الى كاش دي كيسيون جي ريبون. ود ما ربي يحفظك. السلام عليكم. السلام. il faut que les gens travaillent dans les institutions étatiques comme la justice, l'armée et dans d'autres ministères qui sont nationalistes, qui pensent à notre pays, doivent bouger. Qui sont nationalistes, qui pensent à notre pays, doivent bouger et soutenir les opposants et le peuple pour que ce système affaiblisse. Bien sûr, j'ai toujours dit qu'il y a des hommes dans les institutions de l'État, qu'il y a des intègres, qu'il y a des nationalistes, mais ces gens-là travaillent dans l'organisation. Les intellectuels ou les gens qui sont dans les institutions de l'État,
ils veulent un changement parce qu'ils savent où ça va dans le cette dollar mais ils خدموش هكذاك لازم لازم يشوفوا تنظيم لازم يشوفوا الهيكله لازم يشوفوا الحراك او لا ريفولوسيون هيكله عندها اهداف لازم نبينوا الاهداف نتاعنا المشروع السياسي نتاعنا لازم يكون ايجابي باش الناس هذو يتحركوا ويساندوا الثوره ويساندوا مطالب الشعب هكذا مو بيرسونالمون اذا كان كل راني جنرال ولا راني مسؤول في العداله ولا راني قاضي ما نقدرش نساند في هذا الامر يعني كما نقولوا ناسرتا يعني ما نعرف ورانا رايحين ما كاين لا برنامج سياسي ما كاين لا قياده تهضر ما كاين لا تنظيم نخرجوا بالجمعه دوله مدنيه ماشي عسكريه ما كاين حتى ناس يفهموا وشنو الدوله المدنيه وشنو العسكريه يلا نتنحاو كاع ما كانش ناس اللي تفهم كيفاش يتنحاو كاع يعني واش المقصود باش يتنحاو كاع يعني ماشي غدوه صباح نستناو يحطوا لنا مفتح ونروحوا لازم نلقاو طرق ديمقراطيه وطرق الحوار والتفاوض باش نكملوا من نظام تاع مدارس الفساد مدارس الرشوه مدارس المعرفه مدارس التشوكير دونك يا مدام il faut une organisation pour que ces gens-là bougent dans l'intérêt du pays dans l'intérêt de l'Algérie. Bonsoir Yamina Béchir, je pense que vous allez bien, mademoiselle Yamina, parce que ça fait longtemps que Raki Reiba, Aslama. En fait, il y a trois catégories de notre population. Une catégorie de chiatines et sont enrichis par le pillage et qui ont vendu leurs principes pour soutenir ce système et défendre leurs intérêts et de la situation. Le système défend leurs intérêts personnels. Une autre catégorie consciente de la situation souffrant de ce système. Alors là, j'arrive pas à système. Une autre catégorie consciente de ce système souffre de ce système et saute dans les rues. Et la troisième, une conscience qui vit vraiment à côté de la plaque. Oui, j'ai déjà parlé ça parce que. كون نبغيو ولا نكرهو كاين فئه من الناس خارج عليها السيستم الناس اللي كما قلت ما يحلموش بالمعيشه اللي راهم هنا ما قروا ولادهم ما يخدموا ما والو عايشين بالبزنس عايشين بالترافيك عايشين بلي ميات نتاع لي ريسبونسابل دونك هذو ما راهمش باغيين التغيير ستادير يخرج عليهم السيستم باسكو كيما قلت عايشين في الفوضى ناس كاين فئه من الناس باغيين الفوضى ورانا نشوفوهم في الشارع يسرقوا البلاد يديروا دي كريدي وما يرجعوش يخدموا لا دروغ يخدموا مشاكل يخدموا يعني في امور يعني مشبوهه ودخلوا ملايير الممالير يعني تقرا 20 سنه ولا 30 سنه ولا طول حياتك ما تعيشيش كيما هما هما يعني ما قراو ما عندهم حتى مستوى صحبوا باطوا هذوك الشياتين ويعني وعايشين بالفتات يعني نتاع المسؤولين كيما نقولوا يعني يخدموا لهم لي كومي دو ليتا يزون بروفيتي دو سيستم دونك سي جون لا جان ان شونجمون ils veulent pas un changement parce que le changement c'est la démocratie c'est les lois c'est le قانون كل واحد يدي حقه ما يبقاش النهب ما تبقاش الرشوه ما تبقاش السرقه يعني كل واحد يدي حقه حسب 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 المستوى نتاعو ولا حسب لي زيفور اللي مدهم ولا حسب الخدمه نتاعو دونك هذو ناس يعني كما قلت ما يخرجش عليهم التغيير كاين فئه واحد اخرين يعني ناس اللي كما قلت عندهم سيتياسيون سيتادير سي دي زيغويست انانيين عنده فيلا عنده دارو يخدم هو ومرتو اللي بيان يقول لك انا راني مليح هو ما على بالوش باللي بروبليم سي ناسيونال بروبليم سي الجيري سيتادير يتوشا دونك كي انا نشوفو افيك دي مليار تي بي با بوجي فيغ ستوالي ولا تي بي با كيما نقولو تسهر عند نسابك وتولي باسكو يقتلوك باسكو كاين بزاف كيكونو المشاكل وتكلمت كي تكون لا كريز ايكونوميك يبانو المشاكل الاجتماعيه يعني دي بروبليم سوسيو لا ديلينكونس من هادو سي جون لا يسون اكوتي دو لا بلاك ما همش عارفين الواقع نتاع الجزائر هو عنده طوموبيل عنده مرتو عنده دارو عايش مسكين في دارو داخل تيليفزيون منا يخرج يشري كوم ان را
خايف ويخرج ويولي ما على بالهمش باللي تلحق ليه. كنت ليا الانارشي كي تكون الفوضى وتقوى الفوضى ويقوى الفقر يقوى الديلانكونس تقوى السرقه والاقتلاع يعني يدخلوا له لدارو يعني يدخلوا لدارو. انا نشوفه يعني حتى اون بلاج انا جيت بومبرداس كسروا لهم الطوموبيلات يعني سي باسكو الا دي لا ديلانكونس كي تبقى الفوضى الا سور لا ستابيليتي يا مدام. الا الاستقرار تاع البلاد هو اللي يدير الامن للمرفه للقليل للقارين للاخرين كاع للشعب. الا لا ستابيليتي سون ستابيليتي ما كاينش اللي يعيش سورتو هذو اللي راهم زماني عندهم شويه دراهم تشوف الكوتيديان تاعهم اليوميات تاعهم عايشين كيف الفقراء. يقدر يدير كونجي في الصيف يدي ولادو لفرنسا مي كيولي راه عايش في الوسخ ولادو ما كاينش وين يحوسو ما كاينش جاردان ما كاينش لا سيكوريتي ما كاينش يدخل ريستورون موسخه يعني راه عايش كيف فقير ما عايش كيف فقير الفقير يعني عنده برك لي بيي دارجون حاطهم في الدار ولا عنده طوموبيل طوموبيل غير هنا الجزائر باسكو طوموبيل سيتي كيما نقولوا moyen de transport c'est pas la vie c'est la stabilité c'est l'amn quand je vote في حالي نروح بات في غابة في جيتون ماكش لي درنا ليا هذه هي المعيشه سي سا لا في لا ليبرتي دو سيركولي كون تكون دوله قويه الباسبور تاعنا يولي قوي تنفعني دوك راني فلاشين. اما عندي ناس صحابي يعرضوا فيا في امريكان فلاشين جي دي زامي جو بو با ما عنديش فيزا باسكو ليتا فاب باسكو وزاره الخارجيه تاعنا ضعيفه ضعيفه كيفاش الشركات اللي هبونا في 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 ثروه الثورات الثروه تاعنا يديروا معاهم عقود وما يقدروش يرغموهم باش يمدوا لي فيزا لكن سي بريميديتي مقصوده باش الشباب يبقى مغلوق يبقى في حبس كبير ما يعرفش كيفاش راهم عايشين الاوروبيين ولا الاجناس الاخرين في الفوضى ماهمش باغيين الشباب بفيق يعني دو نابورت كوا. ما كاينش دوله في العالم ما كاينش مسؤولين او حكام في العالم جو بار با هذو العرب اللي مجدين ولادهم باغيين الحكم يولي لولادهم كيما هذو وجدوا ولادهم بلاصوهم بلاصوهم في الاماكن استراتيجيه نتاع المؤسسات وراهم يحلموا باش هما يحكموا جو بار دي بيي ديموكراتيك là où ils donnent l'occasion aux jeunesses, là où ils encouragent les jeunes à faire de la politique, باش يكونوا des relèves, باش يكونوا هما المستقبل, باش تكون استمرارية البلاد, الناس اللي تخمم. أما هذو يخمموا على ولادهم, واحد بلاصة ولدو في العسكر, واحد بلاصة ولدو في المخابرات, واحد بلاصة روحوا في الانتيريور, بلاصة ولادهم, وراهم يعني يهينهم في الاستمرارية, والشعب يعني مولفينهم بشكارة حليب وقاعد لتحت. ما حبوش يفتحوا لهم لان كما اضعف او ارخص باسبور في العالم هو جواز السفر تاع الجزائر وكانت مقصوده هذا النظام اللي ما حبش يدفع باش يعطونا لي فيزا لان باغي الشاب يبقى لتحت يبقى عبيد يبقى في حياه ابتدائيه او بدائيه اون في اركايك باش يعني يبقاو في النهب ويبقاو في البريفيليج تاعهم ويبقاو يعني في في في, في, في المعيشه الرفاهيه بالنهب والسرقه. ورانا نشوفوا يعني نتكلم في موضوع واحد اخر لازم اعاده النظر في الامتيازات تاع المسؤولين لازم راه ماشي اكثر من روا باسبور ديبلوماتيك فيلا طوموبيل 60 مليون في الشهر ويزيد يخدم 6 شهور لانتريت يديها على لابي تاعو ولتريت نتاع كوميرس يخدم 40 سنه يدوا له 15 مليا سي يعني راه محقرينا يعني خرجوا لنا خرجوا طريق الاف الوزاره اللي خرجوا راهم يدوا شهريه نتاع الشهريه تاعهم لا روتريت الشهريه خدم حتى 3 شهور وانا نعرفوا كل دقيقه تبدل الحكومه يخدموا في 3 شهور باش يدوا استحقاق نتاع لا روتريت تقاعد بنفس الشهريه اللي حكموا سي دو نيمبورت كوا يعني خرجان طريق وناس تخدم 40 سنه 50 سنه راهم دايرين لاشين دوك راهم بيتين في البريد وفي البنك باش يدي هذيك الزوج ملايين ولا 18 مليار يعني الالجيري كيما نقولوا حسبوها نتاعهم
عندهم عقد ملكية نتاع الجزائر، يعني الكبيرة يدوها هما ويدو كيما حب، يديروا الشهرية كيما حب، الامتيازات يديروا كيما حب، طوموبيلات، ليسونس، خدامات، لي شوفور لولادهم. يعني رئيس امريكي ما عندوش امتيازات كيما مينيست نتاع الجزائر او ديبوتي تاع الجزائر. يعني حاسبين الجزائر نتاعهم، حاسبينها عندهم عقد ملكيه يديروا كيما حب. خلي البعثات الدبلوماسيه، ايه كارثه كارثه، ولادهم كاع فلوني، ما كاش بلاد عندها بعثه دبلوماسيه فلوني كيما الجزائر. وليد بن عبيرات وليد فلان وفلان وفلان عمرهم 24 ممثل الجزائر في الولايات في الامم المتحده ويخلص با موان دو 15000 اورو. يعني كارثه. ودوك يقول لك تقشف، راه طايحين على الشعب على لي زامبو، طايحين على لي فيليات. وتفيقوا يا ناس، فيقوا فيقوا، حنا ما راناش نتكلموا هكذاك. يعني انا هذا اللي قلت، انا لازم نحب السياسه، الشعب مازالو راقد. فيق فيقوا فيقوا، واش صاير؟ فيقوا زير مش الملوك، الملوك وما داروش كيما داروا المسؤولين اللي حكموا البلاد، ملوك وما داروش كيما داروا المسؤولين اللي حكموا الجزائر. الجزائر اغتصبوها، دوها دوها، يعني ما كاش بحيره، سيبوها سيبوها. امتيازات عجب، تلقى يعني حتى في خطوط الجويه الجزائريه بيرو في ليون يبيع بي واحد برك، يبيع تذكره واحد، عنده دار، ولادو يقراو، الشهريه با موان دو 7000 اورو على ظهر الخزينه، وقاعد في ليون يقول لك انا ممثل الخطوط الجويه الجزائريه. وانا نشوفوا اير فرانس بلعت كاع البيروات نتاعهم، باسكو دوك مع التكنولوجيا البي او التذكره تقدر تشريها بالانترنت. يعني بيرو في الجزائر للاراجيري يعني يدير لافير. اما دوك رانا نشوفوا ليون فيها، بوردو، باريس، في كل المدن نتاع فرنسا كاين مكتب نتاع الخطوط الجزائريه بالمدير نتاعها ب 10 خدامه كاع ولاد المسؤولين وكاع بالمعرفه، يخلصوا با موان دو 7000 اورو من فوق، يسكنوا على ظهر الدوله، ولادهم يقراوا على ظهر الدوله، ويقول لك تقشف، ويقول لك انتم راكم ديروا في الفوضى وانتم يد خارجيه. سي دو نامبورك توا. يفو ريكوبيري الجزائر يا جماعه، فو لوتي، يفو كومبات، يفو كونتيني لا ريفولوسيون. اون با لو شوا، سينو اون في اون اسكلافاج، سينو نبقاو عايشين كعبيد. استغفر الله يا ربي. وي بيان سور بيان سور مدام، يفو دون لي ميديا الي اون ريبريزونتاسيون بوليتيك. Parce que même les opposants politiques, les ramènent dans l'offre de Mouarada, ils ne font pas. Même si ils ne font pas, ils ne font pas. Même si ils ne font pas, ils ne font pas. Même si ils ne font pas, ils ne font pas. Même si ils ne font pas, ils ne font pas. 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 Ils ne اللي يعين بالتعيينات. حنا اوني كونت تعيينات حبيبي، حنا اوني كونت تعيينات. نديرو كونغري ونخرجوا ممثلين، ولازم نخرجوا ممثلين. اللي راهم يقولوا ما نخرجوش ممثلين هما مندسين باش يكسروا الحراك، مندسين لانهم باغيين يدوا الحراك للفوضى، وحنا الفوضى عندنا تجربه. الفوضى الجزائر اللي تخلص خسره، حنا الفوضى لين روج، خط احمر. دونك لازم اون ريبريزونتاسيون اللي تنظم الحراك، اللي تنظم الحراك، واللي تقدر تتفاوض مع النظام، واللي تقدر دير مطالب، واللي تدي حتى توصل كلامنا للخارج، وحتى نقنعوا الناس اللي مازال تساند في هذا النظام باللي معنا يقدروا ينجحوا اكثر. لكن دون لو كاد دو بارتناريا، دون لو كاد دو شراكه، ماشي نهب وسرق وترافيك ورشوه. Oui, bien sûr, la diaspora a un rôle important pour libérer notre pays des griffes de cette mafia, parce que la diaspora en donne les moyens, ils vivent dans des pays libres, en donne les médias, ils peuvent faire pression sur les organisations des droits de l'homme pour arrêter les arrestations arbitraires. Donc, en donne un poids pour le changement. D'ailleurs, même pendant la révolution algérienne,
الناس اللي كانت في الخارج ميم اون فرانس ميم في دار العدو وي زون جوي ان رول ان رول تري امبورطون دونك لا دياسبورا يل بوف فير كيلكو شوز يل بوف فير بريسيون يل بوف كيما نقول ميدياتيزي نوتر افير ميدياتيزي لي ديباسمون اي لي بافور كيما قلت من 62 كاين بافور سون سانكسيون الناس داروا تجوزات قتلوا مازالهم يعني بدون عقاب على هذه اللي مازالهم يكملوا في 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 في, في, في الاساليب نتاعهم القديمه لان ما كانش عقاب لو كان يعني مور العشريه السوداء الناس اللي دارت دي بافور او دارت دي با دي باسمون تعاقبوا ما يعني يحبس الاخر لكن كملوا دونك انكوراجوهم باش يكملوا في في الوسائل القمعيه نتاعهم اللي كما قلت دائما يقمعوا الشعب باش يخوفوه لكن احنا نبقاو نظروا نبقاو متحدين ندوا للوحده ندوا للجزائر وهمنا هو الجزائر لان الجزائر ماشي لنا لولادنا للاجيال لامات امات اللي راهي جايه بارطاجيو جماعه الماكسيموم بارطاجيو باسكو دي كو la vidéo تخلص مي قد دو بارطاج وراني نشوف الله يبارك لا بارتيسيپاسيون دونك شاكان اي بارتي بوا جو مو جو برون لا ريسبونسابيلتي دو مي فيديو مو جو برون لا ريسبونسابيلتي مو راني نحطها بالخير محمد بالتصويره تاعي باسكو جو سوي الجيريان ما كانش اللي يمنعني باش نشط لاني نشط على الجزائر جوسكا بروف دو كونتر يجيبوا الادله باللي احنا رانا نظروا لجهات اخرى او كونترير احنا اللي عندنا الادله باللي صابوطاو البلاد اللي حكموا وراهم في السجون وراهم هربانين دونك احنا اللي من حقنا باش نسيروا الجزائر باش نلقاو الحلول للجزائر مرسي مسيو بالخير جي كيتي بور كيلكو جور اي جي ربري ا كوز دو مون الجيري كي دومون دو لاد ا سون بوبل ربي يحفظك صدير انا On parle le même langage à mademoiselle Yamina ou madame Yamina. On a fait des fois, je me décourage. Balah, j'ai écrit que mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il y a un hajr ou il y a un kusur. On a dit que je suis un blé, je suis un blé. On a dit que je suis un soldat. راني من الخدمه للدار هذه بريصه ندير لي لايف ولا نخرج جوست باش نقصر مع الشباب نوعي مع الشباب ولات وتاق فوضى كبيره ما كانش اللي راه قادر يعيش كما قلت الا الصعاليك عليك الا الناس اللي عايشه في الفوضى اللي الناس اللي تنهب اللي تسرق اللي ما تحشمش العداريين هما اللي راهم عايشين ولاد الفاميليا الاصليين مسقفين ما قدروش يعيشوا طلبة بسكن راهم كاع شومار جامعات يخرجوا الاف الالاف شوماج يعني لازم نظروا دونك ميرسي بور فوتر بارتيسيپاسيون مدام او مدام او مطموزيل يمينة بيانفيني مرحبا لا عيسى بافويو نوزا بلوكي دي بوس فوندردي يسا ميدي بور نو با بروند لو حراك كومون بوتون فير سون لي بوس Oui, c'est-à-dire, même, c'est-à-dire, qui m'a dit, je m'a dit, c'est-à-dire, la lutte, ou le combat, ou le nidal, mais j'ai fait le mot d'aharat, on dénonce, fait les tawassons ishimaï, on fait mon nez bras, qu'est-ce qui se passe? C'est un nidal, c'est-à-dire, Houma, Garouche Dero, ils ont profité du Covid-19, yani, c'est-à-dire le Covid-19, وحبوا يكسروا الحراك ورانا نشوفوا يعني فوندرودي ما كاش لي بيس ما كاش باش الناس ما تلامش دي فوك ما قدروش يعني يحاربوا الكوفيد لان راه كارثه دوك نتكلموا على الوباء راه كارثه يعني راه كارثه راه يزيد حتى اوروبا يعني بالك يبلعوا فرنسا بالك تبلع باسكو هذو ما عندهمش يعني بريكولاج ما قدروش يواجهوا هذا الوباء لان الدشره ما يقدروش يسيروها ما يقدروش يسيروا او يحتويوا وباء من هذا النوع اللي كيما نقولوا انتشر بسرعه ورانا نشوفوا يعني لي كام يزيدوا دونك يعني هما استغلوها سي دو نابورت كوا صلي والجماعه ما صليهاش علاه ما على بالناش لي بيس اونتر ولايه جو سي با كوميونال كاين انا نشوف انا نطلعوا يعني السواق العراس السطاد الناس نورمال
نورمال هكذا وسط الجماعه ماكش وهي نو هي ماشي غير جماعه سي تادير ما راناش اورغانيزي خاطر الحراك ماشي غير بالجماعه اون بو لو فار سامدي مي ني با اورغانيزي لو كان كان جا اورغانيزي وكان لو بريزونطاسيون كان كان ممثلين سياسيين اللي ناديو من المظاهرات ويكون تنظيم ويكونوا مطالب سياسيه ونحتويو الامر باش ما يكونش تجوزات او انزلاقات يعني بالجمعه بالثلاثه ولا بالاربعه كيف كيف مي دوك استادير شو ديزون باش يتلم الشعب لازم الجماعه سي فو يفو شونجي دو استراتيجي اي بور سولا يفو اون ريبريزونطاسيون بوليتيك اللي راهم جابدين رواحهم السياسيين سناو يعيطوا لهم الدوله باش يتحاوروا معاهم ويدو مراكز نيمبورت كوا Monsieur Belkhir, on commence par des représentants au niveau du wilaya pour assurer la masse et les représentants par commune. Plus tard, c'est ma proposition et je vous enverrai une carte. Plus tard, c'est ma proposition et je vous enverrai une carte sur Messenger qui illustre ceci. Voir message privé comme forme. Oui, monsieur. Monsieur Abd el-Hamid, il y a plusieurs méthodes pour élire une vraie représentation politique qui représente vraiment le peuple algérien et qui ne sera pas contesté. Yani, ma kench wahed yakhdem takra. Wa élire des représentants par voie kima ngolo de vote. Yani, kain des méthodes. Kima gout nta naqdou nkhiro chaque wilaya, wahed c'est pas un problème, on aura 48 représentants mbad un débat, des réunions, on va élire une vingtaine ou la quinze, ça dépend selon les besoins de l'Israël, ou là un congrès national. Chaque commune, il y a un peu de marofine, un harakiste, nationaliste, benim, il n'y a pas de problème. Il n'a qu'un, c'est-à-dire un tel qui travaille pour l'Algérie, qui n'a pas des antécédents, les mecherks. في الفساد بعد 1541 كونغريسيست باسكو تزاير فيها 1541 دونك تكون اون ريبريزونطاسيون فريمون ريال باسكو مناطق بلديات منتشرين عبر او قطر الجزائر دونك تكون تمثيل يمثل صح الجزائريين من الشرق للغرب من الجنوب الى الشمال ريونيون ديبا اون فايلي بار فوا دو فوت اه اون فانتان 30 représentant selon les débats, selon la demande du Congrès. Yani, monsieur Hamid, il y a plusieurs méthodes d'élire de représentation. Khatar, Goultana, personnellement, rani zid tsayinat. Naïno flan, ou la rani zid li rahum yishaharouf l'wahum, bach yjouzou l'mishrou l'tahum l'idéologie. Fora, mik, l'Jazaïriyen. Léanna, f'les manifestations, chifna. كاين لي كومونيست كاين حتى لي زاتي لي ما يعرفوش مربي كاين لي لايك كاين لي اسلاميست كاين كاين بزاف الحساسيات هادو سي لور دووا دو بارتيسيبي او شانجمون سي لور دووا دو بارتيسيبي او شانجمون يا سي حميد دونك سي لور دووا دافوار اون شونس داتر ايلي في لا ريبريزونطاسيون بوليتيك دو لا ريفولوسيون كل واحد عنده حق باش يرشح روحو ويكون ممثل ها ماشي غير الاسلاميين ولا 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 لي كومين هذا الاساس اللي قلت كاين عده طرق باش نخرجوا تمثيل صحيح تمثيل ديمقراطي يمثل كاع الجزائريين ويرضوا به كاع الجزائريين لا تنسى بان نيلسون مانديلا كان يتحرك بجزاوة سفر جزائري وياسر عرفات رحم طائرة جزائرية وين سي أمير هذه دخلة في السياسة استاذ يغير مام لي زالجيريان بكري كان عندهم دي باسبور شينوا ما كنا في الجيران مع فرنسا كان عندهم دي باسبور كوبان سيتادير سا سي دون لا دون لا بوليتيك اكستيريور دونك اه كي نلحقوا للحكم اون با بارلي سكسير سا استاذ يغير باسبور ياسر عرفات باسبور الجيريان كاين الصحراويين
يقراوا هنا عندهم حتى يتحركوا بالباسبورات الجزائريه كما تحركوا الجزائريين بكري باسبورات تاع الشنواب بالباسبورات تاع الكوبا بالباسبورات تاع المصريين بالباسبورات تاع المعركه دونك سي لا ميم شوز دونك هذا التبادل يعني في الامور هذه يعني كاينه من بكري يعني ماشي حاجه اللي فريمون عندها خطر على الجزائر او تمثل خطر على الجزائر باش يعني كي تكون معارضه في بلاد يعني يقبلوها بلاد المعارضين يعطولهم دي باسبور تاعهم باش يقدروا يتحركوا يعني كما قلت حنا الجزائريين المعارضه كانت في كوبا بكري مدلهم لي باسبور باش يتحركوا لان باسبور تاع الجزائر ما كانش كاين دوك كي مدوا يعني ياسر عرفات باسكو باسبور كما نقولوا باليستينيا بكري ما كانش كاين يعني كما نقولوا كان عنده لبناني وعنده الاخر الصحراء الغربيه كيف كيف يعني ما عندهمش دي باسبور يمدوا لهم باسبور الجزائريه سي با زا بروبليم هذا ما فيش مشكل داخله في السياسات نتاع البلدان Le Hirak est comme une équipe de foot. Une équipe, elle est organisée par un entraîneur pour arriver à son but. Son but est d'être le premier dans le classement. Le Hirak lui fait des représentants. Aïe, 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 deux fois. Pour arriver à ce sens, le Hirak, il lui faut des représentants pour être bien organisé et pour y arriver dans notre but. Le Hirak, avoir un état de droit. Oui, monsieur Adam. قلت باللي روح لي فيديو تاعي الاولين باسكو صافي انا 20 ans او بلوس كو جو لوت مي بديت لي فيديو ابري افون لو 22 فيفري من 2017 جو بونس 18 بديت ندير لي فيديو تكلمت ديكو دار الحراك درت 1000 فيديو قلت il faut dans les médias des représentants mais كاينش صوره ما تمشيش ب ب ب ب ب بمسؤولين يعني دوك هاو النظام السلطه حبت تتحور ولا حبت تتلازم مع من؟ مع من؟ يجوا لا كروت بوست يتكلموا هنا نو فو دي نيغوشاسيون دونو دونو قال الجمعه هذه نحبسوا لكم الحراك وانتم سقمونا القانون تاع الانتخابات سي سا دونو دونو مي هما النظام اللي راه باغيها فوضى بالمندسين تاعهم انا تكلمت واحد الخطره في بجايه ونحيي ناس بجايه باسكو نروح بزاف ندير مانيفيستاسيون في بجايه عندهم وعي سياسي عندهم اون ماتوريتي بوليتيك عجب مي كاين من دسين الداخل درت انترفيو مع بربر تي في تكلمت على لو بريزونطاسيون كلاوني قريب ضربوني يا الخاين لا سمح لي بجاوي كاينين رجال ثم يعني دخلوا ويعني كيما نقولوا حاوزوا المندسين صافي عندي بزاف غير ما بديت نتكلم على لا ريبريزونطاسيون كومون فير بداو خاين قريب لنشاوني نسمح بهم جايه قلت ناس واعيين شعب مثقف شعب مربي ايزون انترفوني سيتادير لو كوميشيو ما قتلوني سيتي بريميديتي يا ادم دي او ديبار ما حبوش باسكو دي ريبريزونطون يقدروا يوصلوا كلامنا لو كان كانوا لي ريبريزونطون ما نمشي يعتقلوا كون كاين ممثلين سياسيين ما نمشي يعتقلوا هك رانا شغل هاملين من ذاك يخطفوا نجا يدوها للحبس باطل في الباطل ما كاين حتى تكسر عامين وحنا نتظاهروا ما كاين والو ما كاين حتى مواجهات مع الشرطه تخدم خدمتها والشعب يمانيفيستي لكن راحوا ابعد امر تكميم الافواه ما تهدرش فو با بارلي بوليتيك ولينا للعهد الحجري ما نبرمش بلا رانا في 2020 ما نهضروش هنا يهضروا في الخارج رانا تشوفوا كيفاش راهم مانيفيسيو الجزائر تبهدلت باسكو هادو ما حبوش يفتحوا الحوار رانا تشوفوا في قنوات يعيطوا غير لي كومي دو ليتا غير هذوك صحاب الشياطين هذوك ما عندهم لا مستوى لا والو ما عيطوا حتى الموضوع معارض ماشي حابين معارضة والنظام اللي مراش ماشي حاب المعارضة ماشي على ربي لأن المعارضة هي اللي تراقب هي اللي تدير الديمقراطية هي اللي تدير مسؤول عند حده إذا تجاوز
الامور معارضه، هذو ما همش على ربي، لو كان هم على ربي خلوا المعارضه، كره يخدموا على الجزائر يخلوا المعارضه، لكن يخدموا على روحهم، لان المعارضه تجينيهم ما تبقى السيبه، ما يبقاوش الامتيازات نتاع الملوك. ديبوتي عايش كي مالك، كي مالك ريستورون، اه مليون ماكله، كروفات، دار في الاخر، كريدي، طوموبيل لي بون. ولو كان ما جاب حاجه للجزائر، وكانوا ما جابوا حاجه للجزائر، داريهم غير باش يفتوا يديهم وعقبوا لهم يعني قوانين نتاع بيعه الجزائر، باعوا الجزائر بالقوانين اللي عقبوها البرلمانيين، لان عطاو لهم امتيازات، شغل رشوه. اه امتيازات اللي راهم مدوها للناس، شغل رشوهم على هذيك اللي ما همش يتحركوا. اه قال لي واحد علاش ما يتحركوش مسؤولين عندهم، واش يتحرك يدي اكثر واش يسهل. اه رشوه كيما رشوا الشباب، الشباب بامور هذا النظام من بكري هك يرشي، ماشي يدير برامج للجزائر باش يبقاو هما، وانا نشوف وين نوصلوا البلاد. Il faut que la diaspora médiatise le harak algérien à l'échelle internationale en s'approchant des médias internationaux et les dénoncer ce système mafieux, s'approchant des organisations humanitaires. Bien sûr, mais il y a un chauffeur, yani. Chaque activiste fait le harj, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de harak, il y a un DRS, il y a un Turc. انت انا شوفوا على هذا اللي لازم لي ريبريزونطاسيون. اه كيسكو لي ريبريزونطاسيون لي ميديا يجوا ليهم، حتى لي ميديا في الخارج ما يلقاوش مع من يهضروا، الدنيا كاع تهضر، كل واحد يقول لك انا نولي بريزيدون، وكل واحد يقول لك انا الحراك تاعي. سي بور سا كو لي ميديا اي سانتيريس با على فير الجيريان، يحسبونا فوضى. اكي بارلي مدام لي من يهضروا، مي لو كان كاين فلان وفلان وفلان، اه ليستا تروح للتي اف ان، وليستا تروح للسي ان ان، وليستا تروح للاخرين، يعرفوهم يديروا دي ديبا. مي دوك اللي يروح يقولوا انت لا لا، انت درتك دي ار اس، انت درتك هكذا، ولا دي ار اس، دي ار اس تاع الجزائر، ودرتوا دي ار اس، وبالك درتوا ناس، ولا كاين ناس اللي يخدموا في دي ار اس، كاين بزاف اللي يخدموا في الجيش الجزائر، كاينين، مي ما حبوش الريبريزونطاسيون. الحراك مهندسين في الحراك، على هذي اللي ما ريش ميدياتيزي، ما من يهضروا، ما من بيلاروسيا راهي نايضه باينين شكون الممثلين تاعهم، ورانا نشوفوا في الاعلام الروسي يروحوا ليهم مسيو هكذا، والشعب وراهم مأدبين يسمعوا والطاعه، وهنا نو، هنا اللي يهضر يخونوه. هنا انا جوني 77,000 تاع الاعلام، ما نقدرش نهضر، لو كان نهضر يقول لك اه شكون اللي مثلك، وانت وشكون، وانت هكذا، وانت حبيت تولي، وانت هكذا، يدخل كاع الجزائريين يديروا سياسه، وكاع حبوا يولوا وزراء، وكاع نو فون ريبريزونطاسيون مدام بور كو تكون رابروشي بلي ميديا، باسكو لي جورناليست لازم لهم ريبريزونطاسيون باينه اللي الهضره تاعهم تكون كونكريت، تكون صح. اما هكذا الجورناليست ما من يهضر، ماكش ما رأيك في يوم غد الجمعة؟ هل أنت تتوقع خروج الأحرار عبر معظم الولايات؟ نو يعني يكونوا دي تونتاتيف دو مانيفيستاسيون غدوة، ناس تخرج هنا وهنا وهنا، مي نعرفوا بلي اللي تسيكيوريزي النظام هذا مازال يستعمل القوة، مازال يستعمل لي ميثود تاع بكري، يعني حنا رانا في 2020، كل واحد عنده حق يتظاهر، وعلى السلطة باش تشوف المشاكل تاع المتظاهرين، علاش راهم يتظاهروا؟ ها؟ هذه هي، كون جات صح السلطة يبغوا البلاد، قال الناس هذو علاش راهم يخرجوا؟ واحد يشروه، زوج يشراو، ثلاثة تدخل خارجي، بالك بالخير راهم شاريين الموساد، سي با سا بروبليم، من الجزائريين كاع حابين يخرجوا،
غدوه لو كان يخلوا التظاهرات الجزائر كاع تخرج. دونك النظام دي فورا في النظام، هو اللي ما حبش يلعب لعب الديمقراطيه، هو اللي ما حبش الشعب راه يرقع راه يلقى في البريكولاج وضرب الشعب للحيط. يعني احنا نتظاهروا، يعني لو كان يخلي غدوه والله العظيم غير الجزائريين كاع يخرجوا، لان الجزائريين كاع راهم راضيين كون بغونا نكرهو، كاع راهم رافضين النظام هذا، راهم باغيين تغيير حاجه جديده. حتى ولو راهم يخدموا، كرهنا من وجوهكم، كرهنا من نفس الاشخاص، كرهنا من نفس الاسماوات، كرهناكم. حتى ولو راكم تخدموا، باغيين وجوه جدد، باغيين ناس جدد، باغيين نظام جديد، باغيين تسيير جديد، باغيين حاجه جديده. جزائريين كرهوا من القديم، كرهوا من التجديد، كرهوا من البريكولاج. اون فو ان ايتا جديده، اون نوفال الجيري، لازم تتبدل ثمثم، لازم يجوا ناس غيرهم شاعين يبدلوها. تشوفوا الورود، تشوفوا النقاء، تشوفوا المساواه، تشوفوا البوليسي يخدم خدمته، الجدرمي يخدم خدمته، العسكري يخدم خدمته، الفلاح يخدم خدمته، كل واحد في بلاصتو وتكون امان. واحد يخرج على جوج تاع الليل يرقد برا فيها امان. هذا واش انا باغي. والسلام عليكم وبارطاجيو.